بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات الذين اجتازوا بكالوريا 2019 شعبة الأداب، أقدم لكم تصحيح مادة الرياضيات الموضوع الثاني والتمرين الثالث. انتبهوا مليح. F الدالة العددية المعرفة على R، B F ل X يساوي 2 X مكعب زائد 3 X مربع ناقص 5. سيف تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي. أولا احسب نهايتي الدالة F عند نقص ما لا نهاية وعند زائد ما لا نهاية. الطريقة سهلة جدا. إذا كان X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، لهنا عندنا إمكانية، عندك إمكانية عامل مشترك، خرجوه لنا X مكعب مضروب في كما راكم تشوفوا، نحصلوا على كسر 3 على X و 5 على X مكعب. نعرفوا بلي 3 على X يؤول إلى صفر و 5 على X مكعب يؤول إلى صفر. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا ليميت. اذا اكس يؤول لهنا، الى اكس يؤول ما لا نهايه غير هذه، نقيسو غير هذه، اكس مكعب من اجل اكس ناقص ما لا نهايه، تمدلنا ناقص ما لا نهايه لان الدرجه فرديه. فيما يخص ليميت اي اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه نفس الطريقه، ولكن لهنا عندنا اكس مكعب ولكن من اجل اكس زائد ما لا نهايه يمدلنا زائد ما لا نهايه. السؤال الثاني، الف احسب اف فتحه لاكس ثم ادرس اشارتها على ار. اف فتحه ترمز الى الداله المشتقه الاولى للداله اف. اذا نحسب اف فتحه لاكس وهي 6 اكس 6 اكس مربع زائد 6 اكس، اي 6 اكس كعامل مشترك تمدلنا 6 اكس مضروب في اكس زائد 1. كيف تنعدم هذه المشتقة؟ تنعدم من اجل اكس يساوي 0 ومن اجل اكس يساوي ناقص 1. اذا واش نلاحظوا؟ لاحظوا بلي اف فتحه لاكس موجبه خارج حلول ذاك، وهي اكس اكثر أقل أكبر من صفر و إكس أقل من ناقص واحد. أف فتحة لإكس أف فتحة لإكس سالبة داخل الحلول، وهي إكس محصورة ما بين ناقص واحد و صفر. ثاني ب احسب أف لصفر و احسب لاف لناقص واحد، ثم شكل جدول تغير الدالة أف. اف لناقص واحد هي ناقص ربعة ظاهرة، و اف لصفر هي ناقص خمسة. نشوفو هلا جدول التغيرات، اكس يتغير في ار ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية، عبور من ناقص واحد وصفر لان هذا ال قيم هذه اكس تنعدم اف فتحه لاكس. اذا من اجل اكس ناقص واحد ومن اجل اكس يساوي صفر، اف فتحه لاكس تنعدم. كان ذروات من اجل اكس ناقص واحد ذروه بصوى، ومن اجل اكس يساوي صفر ذروه دانية ادنى. اذا واش نشاهدوا؟ اف متزايد على المجال، راكم تشوفوا من ناقص واحد حتى من ناقص ما لا نهايه حتى ناقص واحد، ومن صفر الى زائد ما لا نهايه اتحاد. اف متناقصه على المجال من ناقص واحد حتى لصفر. ثالثا، ثالث الف تحقق انه من اجل كل اكس ينتمي الى ار، اف لي اكس نقدر نكتبوها اكس ناقص واحد مضروب في 2 اكس مربع زائد 5 اكس زائد 5. الحاجه اللي تجي في ذاك، كيف نتعامل مع هذا السؤال؟
إذا نحكمو إكس أن هذه العبارة إكس ناقص أن مضروب في ذاك وننشرها، كي النشر تاعها نتوصلوا إلى 2 إكس مكعب زائد 3 إكس مربع ناقص 5، إذا إف لي إكس. فيما يخص 3 بي، عين نقط تقاطع المنحنى السيف مع حمل محور فواصل. كيف؟ إذا سي إف يتقاطع مع حمل محور فواصل معناه بلي إف لإكس تساوي صفر. واش نلاحظو؟ نعرفو بلي هذا العبارة هذه هي جدا لعاملين إكس ناقص واحد و اثنين إكس مربع زائد خمسة إكس زائد خمسة. ونلاحظو أن هذا العبارة هذه تساوي صفر إلا إذا كان وفقط إذا كان إكس ناقص واحد يساوي صفر و اثنين إكس مربع خمسة زائد خمسة إكس زائد خمسة ثاني تساوي صفر. عندنا زوج معادلتين، في الحالة الأولى هي إكس تساوي واحد، وفي الحالة الثانية ليس لها حلول لأن المميز تاعها سالب. إذا الحل الوحيد هو إكس يساوي واحد. نقطة التقاعد، إذا وش هي نقطة التقاعد؟ هي إكس تقاعد بي، هي تقاعد إكس عندك واحد والترتيبة هي صفر. هذه هي نقطة التقاطع. رابعا، بين أن المنحنى السيف يقبل نقطة انعطاف أ فاصلتها ناقص واحد على، ثم اكتب معادلة التي مس المنحنى السيف عند النقطة أ. النقطة أ نعرفها وش هي؟ هي نقطة أ، نقطة الانعطاف، عند نقطة الانعطاف. وش هي نقطة الانعطاف؟ فاصلة نقطة الانعطاف تحقق العلاقة اف تحتين لإكس صفر يساوي صفر، وإكس صفر هي الفاصلة لنقطة الانعطاف. نحسب حساب اف فتحتين لإكس، هي كما تشاهدوا سيس مضروبة في اثنين إكس زائد واحد، إكس تساوي ناقص واحد على اثنين. إذا جاوبنا عن السؤال، و أ نقطة الانعطاف إذا هي أ وش هي؟ ناقص واحد على اثنين، ولكن ناقص 18 على 4، هذه هي نقطة الانعطاف. معادلة الممس تي، المعادلة العامة عند النقطة إكس صفر، لهنا بعض الحسابات. إذا إف فتحة لي ناقص واحد على اثنين هي ناقص ثلاثة على اثنين. إف لي ناقص واحد على اثنين هي ناقص 18 على 4، أي ناقص 4.5. معادلة للمماس تي هي إكراك يساوي ناقص 3 على 2 إكس ناقص 21 على 4. خمسة، أنش المماس تي والمحنى سيف. إذا كما راكم تشوفوا باللون الأخضر هي المماس تي، باللون الأخضر هو المماس تي. وباللون الأحمر هو منحنى سيف. شوفوا مليح
ذروات هاكم تشوفوا لنا ذروة ناقص واحد وناقص ربعة كترتيبها، ولهنا صفر وخمسة كذروة أدنى دانية. ستة حل بيانين المتراجحة، المتراجحة اف لي اكس اكبر من صفر او يساوي صفر. اذا نعتبر اذا اف لي اكس هي لنا اف لي اكس اكبر او يساوي صفر، هي كل الجهه هذه من صفر حتى إيكغيك لهنا من أجل هذا المتراجحة. ونم الحلول، الحلول هي إكس يتغير من زائد واحد حتى زائد ما لا نهاية. هذه هي الحلول. إذا كان إف لإكس أكبر من صفر ويساوي، يوجد حل لا يوجد الحل هو إكس ينتمي من واحد حتى زاد ما لا نهاية. كيف؟ إذا كان إف إف لإكس يساوي صفر، معناه عندنا تقاطع ما بين سي إف ومحور الفواصل، هو إكس يساوي واحد. ولكن إذا كانت النقطة لهنا، هاكم تشوفوا هنا نعرفوش قيمتها، هي اكبر من واحد، كانت هنا اي اف لي اكس هي موجبه، اف لي اكس هي ثاني موجبه. هاي لنا اف لي اكس تساوي صفر، ولا هنا اف لي اكس موجبة. اذا الحل لهذا المتراجحة هي من اكس واحد زائد واحد حتى زاد ما لا نهاية. وانتهينا تصحيح هذا التمرين، وارجو منكم اعادته بدون مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.